طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يعطيكم العافية جميعا، أهلا وسهلا فيكم باسم زملائي في المؤسسة التعليمية في خضوري، طاقم التدريس جميعا. بشكركم على حضوركم، بشكركم على اهتمامكم بهذه المحاضرة. إذا شفت حالك أو شفت حالك في القاعة وبتسأل حالك شو اللي بده يصير هنا، بدنا نفجر القنبلة النووية الفلسطينية، فحضروا حالكم لمحاضرة ننطلق فيها نحو أفاق إبداعية. أساتذة التلفزيون بحبوا نحكي على القنبلة النووية، بيحكوا عالم الذرات. فإحنا سعيدين بوجودكم. البعض منكم جاي من خلفية بزنس، البعض إدارة، البعض زراعة، محاسبة، كل احترام لكم بكامل اختصاصاتكم. إحنا اليوم عندنا ضيفين متميزين بصراحة. ضيف يعني تلقفناه كان هبط من السماء، جاي لفلسطين فقط لساعات محدودة يشارك في مؤتمر التقيت فيه قبل بساعة في جامعة النجاح. قلنا لازم تكون في خضوري لك بصمة. طبعا هو صاحب أيادي بيضاء، شارك في إعداد وترتيب مؤتمر نانو تكنولوجي في يوم من الأيام، وعنده فكرة لإنوفيشن سنتر. بدأ الحديث مع جامعة خضوري لإنشاء إنوفيشن سنتر، إن شاء الله ننجح بهذه التجربة. الدكتور رياض صوافطة، وهو من طباس العزيزة، هو قصة نجاح فلسطينية، قصة نجاح فلسطينية بكل معنى الكلمة. ابن لأسرة فلسطينية فقيرة ولكن غنية بمعلوماتها وبعلمها وبإبداعها وتميزها. أنا التقيت فيه قبل 3 سنوات، كل ما بشوفه أزداد يعني إعجابا بهذا الرجل. قدراته، إمكانياته، تواضعه، إنسانيته، ورغبته أنه يخدم هذه البلد. فأنا سعيد أنه دكتور أنك موجود معنا. أنت بتشرفنا لأنه أنت مش أسطورة، أنت حقيقة فلسطينية بإنجازاتك وإبداعاتك. كل زملائنا أيضا إلهم لمساتهم وحضورهم في تعليم الطلاب وفي دورهم في الحياة الأكاديمية الفلسطينية. حكيت لك عن خضوري وأنا جاي على الطريق، قلت لك أنه هذه الجامعة بتضم خيرة أبناء الشعب الفلسطيني، الصبايا المبدعين، الشباب المبدعين، جامعة كلها إصرار وعزيمة. وإن شاء الله من خلال تجربته تطلعوا على كيف مسيرة الإنسان في مجال الإبداع، من إمكانياته المتواضعة لحضوره الدولي، الآن يدير أهم مراكز الأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية وتقر. فكنا حريصين نرتب هذه المحاضرة. المحاضرة اللي بعدها لمحاضر زميل صديق درسنا مع بعض، وهو متخصص في عالم الجينات، وعنده مشروع فلسطيني مهم ولكنه مشروع إنساني أهم، اللي هو كيف يستطيع أن يأخذ من جسم الإنسان نقطة دم ويضعها في جهاز ويرى على الشاشة صورة الإنسان، شكله، وجهه. فاسمها From a drop of blood to face featuring، من نقطة الدم إلى تحديد ملامح وجه الإنسان. حيحكي لكم أكثر عن هذه التفاصيل، فإن شاء الله تستمتعوا معنا. دكتور رياض تفضل. فأنا سعيد أني أكون معكم، وبتوقع أنه كلياتنا جايين من نفس الخلفية. يعني أنا ابن مزارع، عشت في بيئة الحمد لله زي ما حكى الدكتور صبري، يمكن انولدت في قرية من قرى طوباس اسمها بردلة في الأغوار، وبعدين تربيت في طوباس ودرست في طوباس وخلصت البكالوريوس في الفيزياء في جامعة اليرموك، بعدين سافرت لكندا وعملت ماجستير بالكوانتم فيزيكس وبي اتش دي في الدكتوراه بالنيوكلير فيزيكس. اشتغلت في عدة جامعات أمريكية، انديانا، هيوستن، نيويورك، بعدين صرت رئيس قسم الفيزياء في جامعة نورث كارولينا، وبعديها مع وزارة الطاقة الأمريكية كنت مسؤول عن برامج التعاون الياباني الأمريكي لمدة 6 سنوات، ثم انتقلت إلى القطاع الخاص. هاي نقطة تحول يمكن مهمة للأساتذة، يمكن لازم أحول عليها. أنا في هذيك اللحظة كأستاذ بالفيزياء، كباحث، مش من باب فرز العضلات يعني ولا شيء، أنا شاء الله من الأبحاث وصلت لكل المراحل اللي بدي إياها. فكرت يعني هل ممكن أستمر في نفس الشيء ولا أغير مجال شغلي، أغير مجال تخصصي. ففي 98 كان قرار أنه آن الأوان، بعد رحلة من النجاح الحمد لله وليس من الفشل، أني أغير تخصص من الفيزياء النووية لشيء آخر. فقررت أني أغير شغلي في الأبحاث من الفيزياء النووية للتكنولوجيا الحيوية. جريئة يعني، أنا واحد مش ماخذ كيمياء 101 و102 وأحياء إلا في البكالوريوس، بدي أروح لعلم جديد أنا بعرفش فيه إلا أشياء بسيطة يعني. فعلبت حالي لوحدي، علبت حالي كيمياء وأحياء وعلوم العلوم الطبية،
واشتغلت في مجال التكنولوجيا الحيوية، وبعديها في خلال كنت الرئيس يعني تشيف تكنيكال اوفيسر اللي هو المسؤول العلمي لشركة في البيوتكنولوجي، وبعديها في سنة صرت رئيس شركة في الكيمياء المتخصصة. في 2003 قررت اني اغير كمان مرة برضو بعد الحمد لله قصة اخرى من النجاح لتكنولوجيا النانو. ليش النانو؟ النانو مزيج من الفيزياء والكيمياء والاحياء والرياضيات كلها مع بعض. في 2003 الحكومة الأمريكية قررت أنه تكنولوجيا النانو هي الأهم، الموضوع الأهم لمستقبل البلد. فأنا قررت وأسست أول شركة في ولاية نورث كارولينا في تكنولوجيا النانو. باختصار هاي مسيرتي العلمية. للأساتذة الكرام، أنا قبل ما انتقلت من القطاع من التعليم للقطاع الخاص كان عندي 158 بحث منشور، ما عنديش ولا باتن ولا براءة اختراع. لما انتقلت للقطاع الخاص الآن الحمد لله عندي أكثر من 25 براءة اختراع، ويمكن نشرت 4 أو 5 أبحاث. العكس الشغل، ليش؟ لأن الآن بفكر في التطبيقات العملية لشغلي. فأنا اليوم الحمد لله يعني أبحاثي واختراعاتي في مجال تطبيقات تكنولوجيا النانو في المياه، في الطاقة، في الصحة، في الزراعة، في الملابس، في المباني. فاليوم أنا قررت أني أحكي لكم عن موضوع اللي هو لأنه بنتكلم في لغة الكل يفهمها. قررت أتكلم عن مجال تقريبا معروف من زمن بعيد اللي هو الثلج. احنا بنعرف، الكل بيعرف الثلج، يعني الثلج والمي مش اختراع، الكل بيعرف شو هو الثلج وشو المي. نفس المادة موجودة بحالة صلبة أو حالة سائلة، لكن لما بتتحول الثلج للمي على درجة حرارة 0 مئوي او 32 درجة فهرنهايت، بنتكلم احنا هون بالمئوي، كل غرام من الماء يمتص كمية هائلة من بيعطي كمية هائلة من الطاقة لما يتحول من ماء الى ثلج، والعكس لما بذوب بيمتصها بدون ما تتغير درجة حرارته. الاشياء اللي بترتفع درجة حرارتها لما بتمتص حرارة بنسميها بالفيزياء سنسبل هيت، يعني البروسس، والاشياء اللي بتضلها درجة حرارتها ثابتة بنسميها ليتنت هيت. فأنا فكرتي كان كيف لو احنا نخترع مواد شبيهة بالثلج بدوب تتجمد على اي درجة حرارة بدنا اياها، من ناقص 50 درجة مئوية الى 200 درجة مئوية، مش بس على 0 مئوي. طب شو الفايدة من اني انا اعمل ثلج بدوب على ناقص 50 او على 5 درجات او على 20 درجة او على 50 درجة؟ فاليوم بدي احكي لكم عن هالتطبيقات. بالاضافة لهيك يعني ممكن نحكي عن بعض التطبيقات على السريع، يعني بديش اخذ انا كل الوقت، بس نتكلم عن تطبيقات إلهات، عن تطبيقات اختراع بسيط. دكتورة رباب جرار أحد أساتذتكم هون اشتغلت معنا على الموضوع هذا في خلال زيارتها وعملها معنا في ولاية نورث كارولينا. فاليوم تطبيقاتنا لهذه المواد موجودة في شحن الأنتيبيوتكس لهي المضادات الحيوية. لما نشحن مضاد حيوي أو أي نوع من الأدوية، مثلا المضاد الحيوي لما بتاخذيه من الثلاجة أو بتاخذوه من الطبيب بقول لك حطوه بالثلاجة على 4 درجات ل8 درجات، فكيف أنا ممكن أعمل مادة تحافظ على المضاد الحيوي أشحنها من طول كرم للخليل مع واحد مسافر بسيارة بتمشي 30 كيلو بالساعة يمكن تاخذ 12 ساعة مع الحواجز أو أكثر؟ فإحنا بنشحن هاي ل 96 ساعة فهالصندوق الصغير بنحافظ على درجة حرارتها من 4 درجات ل8 درجات. أنا بدي أشحن من أمريكا لطلاب طول كرم نوع من الأشياء، مثلا خلينا نقول آيس كريم، بوزة مثلا، نشحنها من الولايات المتحدة لهون، فممكن نحطها بهالصندوق وتيجي من الولايات المتحدة لهون أسبوع وتكون على نفس الدرجة ما تغيرش. أنا بدي أروح من هون أخذ معي صدر كنافة لأولادي، ممكن اخذ صدر كنافه واحطه بهالصندوق ويوصلهم على نفس درجه الحراره اللي اخذتها من المحل او اقل 4-5 درجات. كل هاي تطبيقات عمليه. هلا اليوم شو التطبيقات اللي موجوده عندنا بالسوق؟ احنا بدلنا كل شيء مفهوم للفود ديليفري، لنقل الاكل. فانتوا بتعرفوا البيتزا، فالبيتزا هناك في امريكا يعني اكل مشهور، كل الناس تتصل تليفون جيب لي بيتزا على البيت، فبحطوها بهالباج وبشحنوها، باخذها السائق من المحل لصاحب اللي طالب. عاده بسخنوا الحقيبه اللي بتحمل الموضوع الاكل اللي طلبته.
احنا غيرنا حطينا هاي الماده بحيث انه تحافظ على درجه حراره البيتزا او الدجاج او اي كتب بحيث توصل للمستهلك تقريبا على نفس الدرجه اللي بتطلع منها من الفرن مباشره بعد ساعه. العلبه اللي بتوفر البيئه ولا هي نفس البيتزا؟ لا لا، العلبه الحقيبه الكرتونه. فهي تطبيقات يعني في الفود ديليفري، في اكثر شيء طبعا هي الغرف والمباني. هلا احنا الان شغالين، انا شايف انهم مشغلين المكيف، فلو احنا الماده اللي احنا مخترعينها موجوده بهاي الغرفه ما فيش حاجه نشغل المكيف، بنحافظ على درجه هاي الغرفه صيفا شتاء على درجه الحراره شو شايفين انتم هناك 21. المكيف هذا وظيفته انه يشتغل وحافظ على درجة الحرارة ما بين 20 لـ23 تقريبا زائد ناقص 3 درجات. احنا بنصمم المادة هاي بحيث تكون من على 21 درجة مئوية، بتحافظ على درجة حرارة الغرفة من 20 لـ23 بالصيف وبالشتاء. فهاي شو معناها؟ انا بوفر 30% لـ50% من تطبيقات الطاقة. في يمكن بعضكم بيشوف برنامج على التلفزيون الأمريكي لطباخة أو مش طباخة، هي يعني ست بتعطي مقدمة برامج عن الأكل اسمها ريتشل ري. فريتشل ري طلبت، كانت تبحث عن سلة إنه نحط الخبز فيها، بحودونا نحطها في الميكروويف أو بالفرن، وهي السلة تسخن الخبز وتوصلها لدرجة حرارة بحيث إذا وضعنا الزبدة أو جبنة في الخبز يذوب. فيعني صلها بتبحث عن هاي الفكرة مدة طويلة، فأنا صممت لها سلة بحيث إنه فيها بشكير بتحطيها في هالمايكروويف لمدة دقيقة، وبعديها بتأخذ البشكير هذا بتحطيه بالسلة وبتحط الخبز، الخبز بوصل لدرجة حرارة اللي هي أنت اللي إحنا اللي مصممينها في خلال 20 ويبقى يحافظ على درجة حرارة الخبز لأكثر من 20 لـ40 دقيقة طول فترة العشاء. فالفكرة أنا ما بدي أسخن الخبز بالمايكروويف لأنه بينشف، وما بدي أشغل فرن لمدة ربع ساعة تا يحمى تاني أسخن الخبز، بدي أحافظ على نفس ال هي القصة إنه في البداية ما كان في خلال فترة تصميم السلة كان هي ظهرت في حديقة من حدائق نيويورك لابسة الحطة الفلسطينية، مش لسبب لا تعاطف من معنى، نوع من الفاشن ستيتمنت بيلبسوها الأمريكان والأوروبيين كأي إشارة يعني. فاحتجوا اليهود عليها، قالوا لها أنت معناته مؤيدة للقضية الفلسطينية، قالت لا مش مؤيدة واعتذرت. فلما انا قدمت لها اول سله قدمت بدل ما احط لها بشكير حطيت الحطه الفلسطينيه وصممت الماده اللي لازم تغير درجه حراره الخبز بشكل. فلما اعطيتها اول بروتوتايب كان بالحطه الفلسطينيه، قالت الظاهر انك لا انت عاوز تعمل مصاري ولا بدك ياني اعمل مصاري لانه محدش راح يشتريها. قلت لها بس انا لازم اوصل الرساله انه مش كل شيء واحد بيعمله وبيطلبه منه الناس لازم يتندم عليه. الشغله ماده، اذا انا مؤمن بما اقول وما افعل مش ما فيش داعي اني اتندم حتى ولو كلفني مال يعني. فكانت عباره عن رساله الحمد لله وصلناها وصله جيدا. زي ما قلت لكم احنا في البيوت او في المنازل يعني، هاي الغرفه انا كيف بدي احط التقنيه هاي فيها؟ في عندي سيلينج تايل، هدول التايل ممكن انا بنعملها بشكل رول وبنحطها اعلى التايل من فوق التايل وخلص هي بتمتص الحراره وما فيش داعي اني اغطي كل سنتيمتر. انا بحسب كم واحد احنا موجودين بالغرفه وبناء على عدد الناس بحسب اللود الثيرمال لود او السعه الحراريه الموجوده من كل شخص منتشره بالغرفه، اذا في شبابيك من الداخل من الخارج، وبحسب انه انا بحاجه مثلا الى 20 كيلو من هاي المواد وبنحط هالرول بحيث ايش تكون خلف فوق السقف. او ممكن انا هذا اللوح هون ممكن يكون هو سمارت بورد وفي نفس الوقت فيه الماده المخزنه هي بتمتص الحراره، ممكن يكون بالاثاث، ممكن يكون بالكرسي اللي احنا جالسين عليه، ممكن يكون في اي مكان، المهم انا عندي كميه كافيه انه امتص الحراره الموجوده. طبعا احنا هاي المواد كلها بنعملها من مواد طبيعيه تقريبا 100% هي من مواد زيوت نباتيه، وكل المواد اللي بنستخدمها بنعملها حلال سيرتيفيكت انها وكوشر سيرتيفيكت. الموضوع الكوشر يمكن بعضكم بعرفوش يعني في امريكا اليهود
وفي العالم كلياته بتطلبوا انه الاكل لازم يكون كوشر، يعني على الطريقه اليهوديه، والحلال طبعا على الطريقه الاسلاميه. فكل المواد حتى يعني حتى نقول انه التقنيه هاي حتى لو اكلها الانسان او الحيوان 100% edible، يعني قابله للاكل. فكلها معموله من زيوت نباتيه وتستخدم في المباني الذكيه والمباني الخضراء. التوفير الطاقه من 20 الى 50% حسب المناخ. كم ممكن تبقى هاي التقنيه؟ لحد الان احنا الفحوصات نفحصها انا ممكن تبقى في البيت اكثر من 100 سنه، 85 سنه او اكثر. فانت بتحط يعني موضعها في المنازل وتبقى مدى الحياه، ما فيش لا مينتنس، لا بدي ادهن ولا بدي اغير ولا بدي اعمل شيء. فمن هذا المنطلق احنا بنقول تقنيه مبنيه على مواد خضراء قابله للتجديد، ممكن اعملها من اي مكان. انا ممكن اجي على مزرعه في طول كرم واقول للمزارعين ازرعوا لي زيت، مثلا اخذ ذره واستخلصها من زيت الذره او زيت الصويا او زيت النخيل واصنع كل هاي المواد. ليش انا بذكر هاي النقطه بركز عليها؟ يعني انا مش بحاجه استورد ولا شيء، ممكن اخذ الزيوت النباتيه اللي بقايا الطعام واعاود تكريرها. فهل ممكن نعمل هاي التقنيه في فلسطين؟ ممكن. المصنع ممكن نصنعه، انا ممكن اشتغل مع طلاب في الجامعه ونصنع كل المصنع من الالف للياء ونكتب عليه ميد ان بالستاين او مصنوع في فلسطين. سهوله التطبيق في المباني زي ما حكينا قبل شوي، يعني ممكن نحطها في الجدران، في السقف، في الارض. فكيف تشتغل؟ فطبعا المواد هاي الفكره كانت انه المواد الشبيهه بالثلج معروفه علميا من مده طويله، يعني مش انا ما اخترعت المواد هاي. المشكله كانت انه المواد هاي تتحول من الصلب الى السائل ومن السائل الى الصلب. شركات وعلماء في جميع انحاء العالم حاولوا لمده طويله انه يحاولوا يمنعوها ما تروح من صلب الى سائل، من صلب الى صلب او من صلب الى جل او مرن. فاختراعي انا كان انه كيف احنا ممكن نعمل نمنع انه المواد هاي تتحول الى سائل. ليش مهمه؟ لو انا بدي اوضع التقنيه هاي في هذا في السيلينج وتتحول لسائل بتنزل على تعمل مشاكل. لكن اذا بعملها من شيء مثل الحجر الى شيء يتحول من حجر الى مطاط، فاختلفت الصوره تماما. فالاختراع اللي احنا اخترعناه انه الشركات العالميه زي بي اس اف ودوبونت كانوا يحاولوا يعملوا هاي الاشياء، كانوا ياخذوها ويحملوا شل حول الماده، ياخذوا الليكويد ويعملوا عليه كبسوله وتكون محاطه في كبسوله حواليها من جميع الجهات. فلما نعمل بهي الطريقه 50% بتكون المواد الفعاله و50% المواد غير الفعاله، فالسعه الحراريه تقل. فالفكره كيف ممكن نعملها بحيث ما نفقدش اكثر من 1% من وزنها. فاحنا الوحيدين اللي في العالم اللي بناء على اختراعنا اللي بنستطيع نعملها في 99% واكثر فعاله واقل من 1% مواد غير فعاله. لذلك تميزنا في هذا الموضوع، والان التقنيه تباع في جميع انحاء العالم، في اليابان وكوريا والصين، العالم العربي واوروبا. حصلنا على افضل ماده خضراء هذا العام في الاتحاد الاوروبي، واعتبروها المقاس الجديد حتى تقاس التقنيات الخضراء بالنسبة له، لأنه لحد الآن الاتحاد الأوروبي في السي اي سيرتيفيكيشن اللي بعطوها للتقنية الخضراء وجدوا أنه لا توجد تقنية خضراء تدفع ثمنها في أقل من إحنا التقنية من توفير الطاقة تدفع ثمنها في أقل من سنتين بدون أي incentives لا من الحكومة ولا من الشركات. فاعتبروها انه احنا كونها تقنية تدفع ثمنها في اقل من سنتين وذات سعة حرارية عالية جدا ومعمولة من المواد الطبيعية هي المقاس الافضل للتقنية الخضراء بالعالم، واعطونا الاختراع الافضل لعام 2013. وفي بداية 2014 مدينة نيويورك تبنت انه كل تغيير وتحويل في اي مدينه في اي بنايه في مدينه نيويورك يجب ان تضع هذه الماده في مبانيها الجديده او تعديلها في مبانيها. واحنا الان طبعا ننتقل من بلد الى اخر في التطبيقات. نقارن السعه الحراريه للمواد المالوفه في البناء. فاحنا طبعا تكلمنا عن الماء، عن الحجر، عن الخشب، البلاستيك والفيس تشينج ماتيريال 50 مره اكثر
من اي تقنيه اخرى بالنسبه للماء. احنا كم واحد هون الخلفيه علميه؟ معناته مش لازم نحكي تفاصيل علميه كثير، المفروض سالت السؤال من اول. الماء يتميز ب في عندنا خاصه بنسميها سبيسيفيك هيت بالماء، يعني تقريبا 4.18%، فبس 330 على درجه صفر. هاي المواد لها 50 ضعف الماء على درجات مختلفه غير عن الصفر، فهي بتعطينا الفكره هون انه احنا اكثر فعاليه من اي تقنيه اخرى. اقارن لكم، لو وضعنا نصف انش من هاي الماده اللي هي سنتيمتر وربع، لكانت قدرتها على مقاومة الحرارة والبرودة أكثر من 10 إنش أو 25 سنتيمتر من الباطون، أو 36 إنش من الصخر الحراري. فالآن للمباني الجديدة، فتخيل أنك أنت بدك تعمل جدار بهذا السمك، ولا جدار فيها هاي المادة في أقل من سنتيمتر إذا استطعنا نحافظ على قوتها. جامعة هارفارد، خلينا نقتدي في الجامعات الأمريكية الآن، التقنية الأفضل للجامعات للمكتبات. ليش؟ هلا انتم سامعين صوت المكيف، وانتم في المكتبه لو عندنا مبنى صوت المكيف لما بيشتغل والذبذبات والحركه، فحتى يوفروا، سامعين اساتذتنا الكرام، حتى يوفروا بيئه هادئه جدا لطلابهم، ما بدهم مش مكيف يشتغل ويطفي والبلاط السقف يتحرك ويتعمل نوع من النويز، فقرروا تحويل جميع المكتبات باستخدام هذه الماده حتى لا يزعج الطالب من صوت بسيط زي صوت مكيف وهو في خلال فترة التركيز. هذا متحف جديد يبنى في مدينة بيتسبرغ في ولاية بنسلفانيا، يجب أن لا يستخدم فيه أي نوع من أنواع الطاقة، لا للتبريد ولا للتكييف، لا كهرباء ولا شيء، فاستطعنا وضع التقنية هاي معهم بالإضافة للخلايا الشمسية، ونعمل 100% من احتياجات المبنى من الطاقة والكهرباء. أفضل مثال جامعة واشنطن في سياتل. في واشنطن في سياتل قرروا بناء، هاي للدكتور أيمن للأسف مش موجود، بس قرروا بناء مركز للجيناتكس، ويستخدموا أجهزة تنتج طاقة حرارية هائلة جدا في نفس الوقت، لا ما بدهم يستخدموا أي نوع من أنواع الكهرباء أو الغاز للتدفئة ولا للإنارة، فالخلايا الشمسية على البناية، والموادنا في داخل المبنى 100% توفير، يعني زيرو انرجي، فهو ما بيستخدموش اي نوع من انواع الطاقه الخارجيه. انا بدي هون اوقف عن هاي المواد لان حكينا عن تطبيقاتها كثير، بس بدي احكي اكمل نقطه اخرى عن تطبيقات ممكن تكونوا انتم مهتمين فيها اكثر. بس قبل ما احكي عنها، انا دائما بقول جمله وعباره بيعاتبوني ناس كثير في فلسطين عليها، وناس كثير بيشكروني عليها. العبارة اللي أنا أؤمن فيها إيمان قطعي، إنه أكبر مقومات ومقدرات لهذا الشعب هما شيئين: الحجر الفلسطيني والعقل الفلسطيني، واللي بينهم قليل كثير. ليش الحجر الفلسطيني والعقل الفلسطيني في رأيي أكثر؟ ما هي أكبر عائدات تعود على الشعب الفلسطيني من دخل؟ عقولنا، أبنائنا اللي برا، اللي بيشتغلوا، اللي بداخل في الخارج. الحجر الفلسطيني اليوم يشكل قائمة من أكبر صادرات هذا الوطن. في نفس الوقت الحجر الفلسطيني أعاد لنا كرامتنا بالانتفاضة الأولى، وما زال يستخدم كسلاح ندافع فيه عن أنفسنا. أنا اليوم بقول إنه ما بين الحجر هذا العقل الفلسطيني الذي يستطيع أن يحرك ويبني مؤسسات في الخارج، ممكن ننطلق ونأخذ منها المقومات البسيطة، حتى الحجر، حتى الحجر الفلسطيني، بدل ما نبيع الحجر الفلسطيني كحجر عادي، ممكن نصنع الحجر الفلسطيني بطريقة يكون أفضل حجر بالعالم. لو وضعنا المادة اللي أنا تكلمت لكم عليها في صناعة الحجار الفلسطيني، لو أخذت أنا مكونات الحجارة وصنعتها، لعملنا حجر سعته الحرارية السنتيمتر الواحد اللي أنا حكيت لكم عنه بيكون أكثر من أفضل سمك لأي مبنى. لكن أنا مش هاد قصدي أنه لازم نبني اقتصاد مبني على المعرفة. أنتوا عقولكم وجهودكم اللي راح تبني هذا الوطن بالأفكار الجديدة، سواء كانت محل تجارة أو محل كمبيوتر أو
اليوم الدكتور تكلم عن مثال فايبر اللي الكل بيستخدمه شركة إسرائيلية انعملت كلفت البرنامج $900 وانباع 900 مليون، واتساب انباع 19 مليار. في الشأن أقول فلسطينية تكتب برامج مثل هيك موجودة، بس بدنا ناس تسوقها وتأخذها. فالكلمة الأخيرة يعني اللي أنا بدي أركز عليها وبدي إياكم تسمعوني مظبوط فيها، أنا بقول إحنا صرنا مدة زمنية طويلة نقول كان جابر بن حيان الكيمياء وابن سينا ومنغني بالماضي، وبقول أنا المستقبل هو ميدان للمبدعين والماضي ميدان المؤرخين. فأي ميدان إحنا بدنا نكون فيه؟ نكون في ميدان التاريخ ولا ميدان الإبداع؟ فإذا أردنا ميدان الإبداع لازم نبدأ اليوم، حتى مؤرخين المستقبل ينصفونا زي ما أنصفوا علماء الماضي. أما إذا ظلينا نعيط ونبكي على الماضي وعلى علماء الماضي مش رح نوصل مكان. فأنا ممكن أعطيكم 20 مثال و20 اختراع و20 إبداع، لكن بتوقع يمكن أفضل إني أوقف وأسأل الدكتور، نفتح الباب للأسئلة والأجوبة. إذا بتحبوا أحكي لكم عن تطبيقات أخرى أنا مستعد. دكتور قبل الأسئلة هلا التطبيق الآخر اللي أنا بعتز فيه هو تطبيق معالجة المياه. معالجة المياه بالنسبة إلي موضوع خاص في فلسطين. مين في فيكم ما عندوش خزان مي على ظهر البيت؟ ولا واحد. كلياتنا عندنا خزانات مي. كيف المي اللي بتطلع بتنزل من الخزان؟ مين فيكم بيشربها؟ أو لما بيشربها بيستمتع بشربها؟ معظم الناس بتحط فلتر، حتى الفلتر اللي بنحطه للبيت ما مش كفاية. فإحنا طورنا تقنية بإمكاننا نأخذ حتى المي اللي من بركة بالشارع أو من نهر أو من أي مكان أو مي ما عكر ونحوله لمياه صالح للشرب في أقل من دقيقة، وفي أغلب الأحيان من 5 دقائق أو أقل. فهذه التقنية الآن راح ندخل، أنا جبت معاي في هذا المشوار أول جهاز للاستخدام خارج الولايات المتحدة راح يكون في مستشفى طوباس. كوني اعتزازي يعني في فلسطين في بلدي، أول تطبيق لهذه التقنية في مستشفى طوباس. وجبت معي جهازين، جهاز راح يكون في مستشفى الجامعة الجديد في النجاح، لكن ما استطعش أدخلهم اثنين مع بعض على الجسر، تركت واحد في عمان على أساس سلمه لمكتب الارتباط، وإن شاء الله قبل نهاية العام راح نحط واحد في كل مستشفى في فلسطين. هذا الجهاز عبارة عن حقيبة زي الحقيبة الدبلوماسية، بنقي ويعقم ل200 جلن اللي هم الجلن 3.75%، يعني حوالي 4 لتر، يعني حوالي 750 لتر في الساعة. لو أخذنا مياه حتى كانت عكرة أو ملوثة بنحولها إلى مياه أفضل من أي مياه ممكن تشتريها في البوتلد ووتر في قنان المياه، لدرجة أنه أفضل من الماء المعقم لاستخدامه في العلاج الطبي. فالآن أصبح قانون في كل الولايات المتحدة أنه كل مستشفى في أمريكا يجب أن يحوز على هذا الجهاز في حالة أنه انقطعت الكهرباء، صار في عندنا مشكلة، هجوم، تعطيل. اللي هو من حرب مش شرط يكون حرب نووية زي ما قال الدكتور، القنبلة النووية ممكن تكون برنامج يعطل محطة الكهرباء اللي تعطل محطة المياه وما دلش في عندنا مي. فالفكرة كانت فكرة بسيطة جدا، تجميع مع مجموعة من الفيتامينات بطريقة معينة وتغليفها وتعليبها بأقفاص نانوية على حجم النانو، النانو 1 على مليار من المتر، وإذا جمعناها بهذه الطريقة تصبح عندها قدرة رهيبة على امتصاص معظم المعادن الثقيلة اللي هي بتكون موجودة في المياه. ممكن نعمل الأقفاص هاي بحيث أنها تمتص الأشياء العضوية مثل الملوثات موجودة من المياه العادمة، وبتقضي على البكتيريا والفيروسات والطفيليات، بالإضافة إلى ذلك نتحكم في درجة عملها على IPH أو درجة حموضة من 1 إلى 9، وهي يعني بعطينا درجة مياه ذات حامضية يعني عالية جدا أو مياه ذات قاعدية عالية جدا، اللي هي إيش بتعطينا تقريبا أي نوع من أنواع المياه. الشيء الثاني بدي أقول لكم إياه إنه وضعناها بشكل سترو اللي هي زي مصاصة المياه، بحيث انه كل طالب في فلسطين اول 400 ألف
سترو راح يكونوا يتوزعوا على طلاب المدارس الثانوية والابتدائية في فلسطين، 400,000 سترو بالتعاون مع جهات خارجية وداخلية، ونوزع 400,000 سترو على كل طالب من طلاب فلسطين في بداية العام الدراسي الجديد. هذا السترو انت بتاخذ اي علبة بلاستيك او اي علبة مي بتعبيها من الحنفية او بتعبيها من اي مكان وبتحط، وسترو بتسكر على غطاء القلب معي حتى يعني ممكن، لكن مش فيها اللي كيف بتشتغل وشو التطبيق، وبيشرب الطالب او المستخدم من هذه المياه وهو بكون على قناعة تامة انه يشرب مياه. يا ريت لو كان معي، يعني لو كنت انا بدي اعرف اني جاي لهون، لكن معي في حقيبتي. في صور دكتور؟ موجود. لا هي كل سترو بتشرب فيها 800 لتر لحد 800 لتر، يعني ممكن انا صممتها بحيث مثلا طلاب المدارس لو بدي اعبي قنيه المي مرتين باليوم على مدار السنه يستخدمها لعام كامل. فاحنا الان تباع التقنيه هاي للجيوش، لرواد الرياضه، لاول تطبيق كان في محطه الفضاء العائمه، والان استخداماتها في اماكن كثيره. فلكن على مستوى الشرق الاوسط احنا عملناها بحيث ممكن تستخدمها كسترو، تعبي كاسه مي وتشرب منها، او الواحد يقعد على الارض او يشرب من بركه حتى ولو كانت المياه اكلها. يا ريت لو معي كان رحنا جبنا كاسه مي من برا وحطينا فيها تراب وشربناها يعني. لكن ان شاء الله في زيارات قادمه ممكن نتكلم عن هاي التطبيقات. هاي تطبيقات المياه، اخذنا نفس التقنيه هاي، تقنيه معالجه المياه. لانكم مين منكم ابن او بنت مزارع؟ يعني بتوقع ان معظم الشعب الفلسطيني فلاحين ولهم علاقه بالزراعه، فاخذنا نفس التقنيه وعملناها بديل عن المبيدات الحشريه، والان تباع في فلسطين والاردن. اسسنا شركه سميناها الكيمياء الامنه في الاردن، وسجلنا المركبات في فلسطين، في الاردن، في الامارات، في السعوديه، طبعا بالاضافه للولايات المتحده ولاوروبا، في الشرق الاوسط. وعندنا 4 مركبات تباع بالسوق الفلسطيني الان، مش نسميها لان مش جايين نعمل دعايه لها. ممكن نستغني عن تقريبا 90% من المبيدات الحشريه السامه. الحلو فيها اني انا ممكن اخذ الخيار او البندوره عن النبته نفسها واغسلها في نفس هاي الماده واكلها في لحظيا، يعني ما فيش داعي انه زي ما بيقولوا المزارعين انا والله رشيت المزرعه هاي وخليت هذول التلمين للاولاد مشان لانه معلش اولاد الناس ياكلوا من مواد مرشوشه بمبيدات حشريه كثيره وهي سليمه، فهي 100% مواد طبيعيه معموله من الفيتامينات اللي بناخذها في فتطبيقات الزراعه، تطبيقات المياه، تطبيقات الطاقه. الاخر تطبيق اللي هو الملابس، يعني ممكن نتكلم عنه الان. فاحنا طبعا في الملابس ممكن ان نوضع نفس التقنيه بنوع اخر في الملابس بحيث ما يضطرش الانسان يغسل قميصه او بنطلونه او جراباته او اي لو سمحت. نعم جلباب مكيف لمده طويله بدون غسيل، بدون ما يطلع له رائحه، بدون ما يكون بحاجه الى الكوي. حطها في المادة؟ لا، هي ممكن لما المواد ممكن تكون في الخيط نفسه، لما نعمل الخيط قبل ما ينسج القطع، او ممكن نضيفها في الغساله وتعالج الملابس فيما بعد، وممكن تتحمل 50 غسله او 100 غسله بدون ما تفقد هاي الخصائص. فالان هي اكثر استخداماتها في الجرابات للجيوش، لعيبه الرياضه، للناس اللي بيشتغلوا في العماله في اليونيفورم، الهيفي ديوتي يعني. وفي السجاد، يعني انت بتعالجها بتغسل السجاد بحيث الان خاصه من المساجد، سجاد المساجد، سجاد البيوت، وبتحافظ على هذا السجاد من التلوث بالبكتيريا والفيروسات والفطريات. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك، شكرا. يعني احنا ممكن نعمل ورشه عمل في كل جامعه من الجامعات الفلسطينيه، ونيجي نطبق هاي التطبيقات على أرض الواقع. كل اللي بدنا إياه كم من إيد قوية، ونجيب لنا غسالة صغيرة ونغسل ونعالج الملابس ونوزعها ونجربها. أنا في الصيف إن شاء الله بكون هون، فممكن يعني نعمل تطبيقات عملية نبني بيت صغير ونحط التقنية فيها ونشوف كيف الفرق ما بين مبنى صغير
موجودة في هاي التقنية وما بنا غير موجودة فيه. ماء كذا وماء كذا الملابس كذا وملابس كذا. أنا بتوقع أكثر شيء راح يعني يكون تطبيق يبسط الجميع هو تطبيق المياه. إن نشوف تجيب تفرجي كاسة ملوثة أو عكرة ونحولها من علبة إلى علبة أخرى، ونشوف مجرد ما نعمل سكويز للبوتل يعني أنها تتحول من جهة إلى أخرى، من مياه عكرة لمياه صافية. وأساتذتنا بالكيمياء والأحياء ويأخذوا العينات ويأخذوا عينة ما قبل وما بعد ويشوفوا الفرق ما بين التقنيتين. المادة معروفة علميا أنه في عندنا مواد، المواد اللي ما يسمى بالفيس تشينج ماتيريال معروفة، لكن كانت غير مطبقة عمليا، كانت تعمل في المختبرات لكن غير مصنعة وغير مستخدمة في التطبيق. فأنا اكتشافي كان أنه أنا كيف أني استطعت تحويلها من صلب إلى صلب بدون ما تفقد، هي كانت من صلب إلى سائل، بحيث أنها تكون موجودة في البلاط، في الجدران، في الأرض، في الخشب، في كل شيء، بدون ما تأثر على الخصائص الأخرى للمواد البناء. لكن الفكرة الأخرى إن أخذنا الظاهرة هاي واستطعنا عمل تركيبات لدرجات حرارة مختلفة من ناقص 50 درجة مئوية إلى 250 درجة مئوية أو أكثر. فلو أنت تيجي الآن وتقول لي أنا في عندي تطبيق بحاجة إلى 87 درجة ونص، أنا بصمم لك مادة بحيث تحافظ على درجة حرارة على 87 ونص. دكتور بيجي بيقول لي أنا بدي عندي تطبيق فبدي أحافظ على بيت البلاستيك في مزارع الجامعة في فترات معينة من السنة، بديش إياها درجة الحرارة تنزل عن 27 وما ترتفعش عن 30. يعني الدكاترة المتخصصين بالزراعة بقول لك هاي خاصة في فترات معينة، فترات التلقيح والشجر درجة الحرارة مهمة جدا. فإحنا بنصممها لتطبيقات الزراعة، لتطبيقات الملابس، لتطبيقات زي ما تفضلت الدكتور حتى في الملابس الحفاظ على، يعني ممكن نعمل جلباب. السعر البيع لهي المادة إحنا لما بنصنعها بشكل رول، بيكون تباع بالأسواق دولارين لكل قدم مربع. يعني مبنى مثل هذا المبنى أنت بتحاجة إلى أقل من $1,000، يعني مكيف، وهذا المكيف له بيستخدم طاقة وله عمر زمني. انت مجرد ما وضعتها في هذا المبنى استغنيت عن اي بديل. هي كيف تشتغل الان؟ احنا لما ترتفع درجة حرارة، لما الطلاب يأتوا الى الصف، كل واحد عنده طاقة حرارية بعطيها، فالغرفة بتصبح درجة الحرارة عالية. الان نضطر نشغل المكيف حتى يعطل. لو كانت موجودة هون في السقف لم تصت هاي الحرارة بدون ما انت تشعر، لانها لم تمتص الحرارة ما بتسخنش اصلا، بتكون كثير مرتفعة. هل امتصت الحرارة ووصلت السعة الحرارية كاملة، لازم تنزل درجة الحرارة اما بالليل او بعد خروج الطلاب عن هاي الدرجة اللي احنا صممناها حتى ترد تتحول من حال لحالة مشان تشتغل مرة اخرى. فممكن نعمل التغيير ميكانيكيا بتشغيل المكيف 5 دقائق ويوقف المكيف ونستوعب الطاقة المنتشرة من الصف على مدة 4 ساعات مثلا في الليل. يعني في مدرسة في عمان في الشتاء، تعرف الشتاء كان هذا العام قارس، فكانوا وضعنا التقنية في عمان، فكانوا يشغلوا التدفئة ما بين الساعة 5 الصبح وستة ونص قبل مجيء الطلاب. كانوا الطلاب يبقوا في المدرسة من الصبح للساعة 3 العصر وهم لابسين ملابس عادية بدون ما يكونوا فيها، بدون ما يشغلوا أي تدفئة طول مدة الدوام. كانوا يشغلوا التدفئة ساعة واحدة فقط ويستغنوا عن تشغيل التدفئة على مدار السنة، على مدار اليوم. إحنا حقيقة الآن يعني معلش دكتور صبري، أنا طالع مسافر من هون على دبي بكرة إن شاء الله. فعملنا اتفاقية من خلال اتحاد الجامعات العربية والمنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا، ربط علماء المهجر مع علماء الوطن العربي، وعملنا الاتفاقية هاي بحيث يعني الاتفاقية هي باللغة الإنجليزية طبعا Productization of Arab Innovation، يعني بنحول اختراعات العلماء العرب اللي في الداخل والخارج لمنتج. فالمنظمة العربية للعلوم والتكنولوجيا عدد أعضائها يزيد عن 14 ألف عضو،
فالعلماء فطلب من شخصين يمثلوا يقوموا بهذه المهمة. وبكل تواضع يعني أنا بشكر زملائي اختاروني أنا أمثل العلماء العرب بريادة هاي الفكرة، بحيث أنه نبدأ في تطبيق الاختراعات. يعني كم عالم عربي، مش نقول بس كم عالم فلسطيني عندهم اختراعات وتطبيقات في مجال كثير كثار. يعني لا يوجد هناك تقريبا أي جامعة أي مؤسسة ما فيش فيها عقول جيدة. وفي نفس الشيء كم طالب وكم عالم وكم باحث موجودين في الوطن في أي دولة عربية في فلسطين وغيرها عندهم أفكار ممكن إحنا نأخذها ونحولها لمنتج وينباع بالسوق المحلي. فالفكرة هي ربط العلماء العرب مع فنجيب الناس اللي في الخارج يجوا هون ويشتغلوا مع في الداخل، نأخذ طلاب وأساتذة من هون وندربهم لهناك. هلا أنا عندي اختراع المي اللي حكيت عنه، وعندي اختراع الطاقة اللي تكلمت عنه. هلا أنا بدي أجي أقول يا جماعة أنتوا في عندكم أفكار، مين عنده أفكار اللي ممكن نضيف لها التطبيق تطبيق جديد؟ خلينا نركز على موضوع المي. يعني مثلا هلا في عندنا مناطق فيها ملوحة في المي، احنا الجهاز هذا ما بيعالجش الملوحة الا بشكل قليل. ممكن يجي نقول نعطي جامعة طول كرم انه احنا عندنا افكار كيف نخفف الملوحة في هاي المي بالاضافة لازالة كل الاشياء الاخرى اللي بنزيلها من هذا من المياه، ونعطيها لجامعة طول كرم بالتعاون معنا انه الابحاث والطلاب اللي بدهم يشتغلوا هون يطوروا الجيل القادم. فالفكرة هي مش انه نحول العلماء العرب اللي في الوطن واللي في المهجر لتجار، هي الفكرة بناء اقتصاد معرفي اللي نستوعب فيه العقول النيرة على جميع المستويات. هاي الشريحة لها قصة، معلش دقيقة بس. في الأكاديمية الأمريكان أكاديميك ساينس كانوا اختاروا مسابقة لأفضل تقنيات في التقنيات الجرين انرجي، وكان مع كل واحد دقيقتين فقط، كل واحد دقيقتين يعرض فكرته، ممنوع أكثر من دقيقتين. فأنا قدمت الفكرة بهاي الشريحة فقط. فالآن أنا عندي مبنيين في نفس المكان، مبنى فيه مكيف ما فيهوش تكييف، المبنيين ما فيهمش تكييف، مبنى لو أخذنا هاي الغرفة فيها عازل حراري اللي أقول مثلا ممكن يكون نوع من الفوم أو الصخر الحراري، والمبنى الآخر فيه التقنية اللي احنا تكلمنا عنها. فدرجة الحرارة من الساعة 12 بالليل للساعة 12 بالليل 24 ساعة. فالساعة 12 بالليل كانت درجة الحرارة تقريبا 15 درجة مئوية، 6 صباحا نزلت لحوالي 10 درجات أو 7 درجات، بعد الظهر ارتفعت ل 28-29 ونزلت ل 15 ساعة 12 بالليل مرة ثانية. المبنى اللي ما فيه هوش تكييف أو تبريد بده يلاحق نفس درجة الحرارة الخارجية مع جزء من التغيير. فهي المبنى اللي ما فيهوش التقنية اللي تكلمنا عنها، نزلت درجة الحرارة لما نزلت لعشر درجات هون كانت درجة الحرارة حوالي 13، لما ارتفعت درجة الحرارة 29 كانت درجة الحرارة 27، غير مريحة. المبنى الأخرى اللي احنا صممناه بحيث تكون درجة الحرارة ما بين 21-23، لاحظ على مدار الليل والنهار كيف بقيت درجة الحرارة بين 21-24 بدون أي تغيير. مجرد أنا ما استطعت إني أمنع درجة الحرارة تنزل لهذا المستوى أو ترتفع لهذا المستوى، معناته أنا استطعت إني أحل مشاكل كثيرة بالإضافة إلى الحرارة اللي هي الرطوبة، والأهم من ذلك عامل الراحة. عامل الراحة في المجتمعات الصناعية المتحضرة أهم من التوفير بالطاقة. ليش؟ يعني لو إحنا الآن موجودين في هالغرفة مثلا إحنا 30 واحد وما كناش مرتاحين، درجة الحرارة إما باردة أو ساخنة، لا نستطيع التركيز، يكون الواحد قلق يفكر في أشياء أخرى. العامل اللي بيشتغل في مكتبه أو الموظف أو المهندس أو المصمم قدرة الإنتاجية تقل إذا لم يكن عامل الراحة الجسدية موجود. فمجرد أنت ما حافظت على الراحة الجسدية بدون هاي أهم بكثير من توفيرك للطاقة. لكن لو وفرتها، لو أنا حسبت هون الحسابات كانت 46% الفرق ما بين تدفئة تبريد هذا المكان أو الحفاظ على درجته بجهاز ميكانيكي أو بطاقة اللي هي أنا بسميها يعني لما الناس بيسألوني علميا what's the best، شو أفضل وصف لها، بقول passive active passive technology. يعني هي ما بدهاش تقنية اللي تخليها تشتغل لوحدها بتتجاوب مع الظروف الطبيعية، لكنها في
في نفس الوقت مواد ذكية تتعامل مع المطلوب منها. إذا ارتفعت درجة الحرارة بتأخذ، وإذا نزلت بتعطي. في فلسطين راح يكون أول مبنى في رام الله في خلال هذا الصيف إن شاء الله. مشروع تجاري هو يعني مجموعة لبناء مبنى في رام الله مطلوب منها، موجود في الأردن. مش مكلف كثير يعني، مثلا لو بدنا لا مش مكلف، مش مكلف يعني. البيت مثلا البيت 200 قدم مربع، تكلفة التقنية لا تتجاوز 4000 دولار. الخلايا الشمسية فعاليتها قدرتها على تحويل الضوء إلى طاقة تعتمد على درجة حرارة سطح الخلية. يعني في يوم بارد مشمس الطاقة الإنتاجية للخلايا الشمسية أفضل من يوم مشمس حار. فإذا كانت درجة الحرارة الخارجية 25 درجة مئوية أو أقل بتكون الخلايا الشمسية، وفي يوم مشمس بكون قدرتها على إنتاج الكهرباء أو الطاقة بتكون أفضل. فإحنا عندنا تطبيق بنصنع مادة توضع خلف الخلايا الشمسية بحيث نحافظ على إنه الخلية الشمسية تحافظ على 25% من قدرتها الإنتاج. يعني لو ما استخدمتش يعني نمنع 25% من الفعالية اللي انت بتخسرها لو ما كانتش موجود. يعني خليني اعطيك بالتطبيق العلمي، من 25 ل 50 درجة مئوية الخلية الشمسية تفقد حوالي 25 ل 30% من طاقتها على التحويل. احنا بنمنع ال 25 ل 23% من الفقدان من الحصول. نفس الشيء للإضاءة الجديدة للـ LED lighting، ما بيحماش الضوء لكن الالكترونيات اللي حواليه بتحمى، فبرضه بنحافظ على الافضل. تطبيق ان الان يعني بشكل عام هي السيارات الكهربائيه. السيارات الكهربائيه حسب نوع البطاريات، في نوع البطاريات من المفضل ان تبقى درجه الحراره اقل من 35 درجه مئويه، فبنصمم الغلاف اللي يتوضع فيه البطاريات للسيارات الكهربائية أو الدراجات الكهربائية بحيث ما ترتفعش درجة الحرارة على 35. وفي سيارات تقنيات أخرى يعني الليثيوم آيون باتريز اللي هي أفضل التقنيات، يعني تتطلب أن يكون درجة الحرارة أقل من 35 درجة مئوية حتى وما تنزلش عن 20 درجة مئوية. لكل ما برد الجو بتكون قدرة البطارية على التفاعل أقل، وكل ما سخن بتكون أقل. الشيء اللي أنا ما حدثتكم عنه أنه جزء كبير من وقتنا بنمضيه في حلول مشاكل فنية للشركات عملاقة. يعني أعطيكم مثال دكتور رباب، تعرف بعض هاي القصص. مثلا أول تطوير أو حل مشكلة كانت كيف نصنع فوطة دايبر يذوب الماء، حفاظات الطفل الاطفال والحفاظات النسائيه وكل، انه كيف انت بدك تصمم شيء يمتص المياه في حاله الاستخدام ولما تخلص منه توضعه في الحمام ويذوب في 30 ثانيه. فالفكره يعني غير قابله من ناحيه المنطق، بتناقض بعضها. فكان اول تطبيق صممته الشركه ولشركه كنديه، والان يباع تباع الحفاظات تحت الاسم فلاش اواي، الشركة الوحيدة في العالم اللي بتصنع. التقنية الأخرى كانت ما بعرف، في عنا فتول كريم ترمايت سيدنا من الأبيض هون في أمريكا. الملابس مصنوعة من يعني من الأخشاب، مش الملابس عفوا، المنازل. ففي عنا النمل الأبيض يأكل المنازل هون في الفلاحي ها؟ في افريقيا. فصممنا جهاز عبارة عن خلية شمسية صغيرة. الخلية الشمسية الصغيرة هي اللي بتوجد ديتكشن للنمل الابيض. فكانت الفكرة كيف انا بدي استخدم خلية شمسية حتى تكشف لي النمل، النمل سواء كان ابيض او اسود. فكانت الفكرة انه ناخذ خلية شمسية صغيرة ونغطيها في مادة تؤكل من النمل او من النمل الابيض او الاسود، ونغطيها في قطعة من البلاستيك ونوجد لها يعني عبارة عن كاسيت، والكاسيت له مدخل عبارة عن أسنان مثل أسنان المشط تسمح فقط للحشرات الصغيرة بالدخول والخروج. لو كانت نمل، النمل يحمل غذائه، الأسنان هاي لها خصائص مغناطيسية تأخذ الغذاء يعني تلتقط بعض الأكل وتزداد
صفاتها المغناطيسية مع الزمن. لو كانت ترمات نحسبها بالدخول والخروج، نعمل ديتكشن بالأشياء اللي بتدخل وبتخرج بدون ما ترتفع تزداد القيمة المغناطيسية. واستطعنا التمييز ما بين النمل الأبيض والنمل الأسود باستخدام خلية شمسية، وعملنا لها وصلة مع ترانسديوسر بحيث تعمل كوميونيكيشن مع جهاز في داخل البيت، وممكن نسيطر نوجد نحافظ على سلامة ملايين المنازل من كمبيوتر آيباد صغير موجود في إيد واحد. نعرف أي بيت في أمريكا في المدينة الفلانية في الشارع الفلاني موجود فيه هاي المشكلة، في أي قرن من قرن البيت. كنا نوضع 24 سنسر لكل بيت، ومن كل من خلال السنسر هاي كانت تعطينا معلومات بشكل متواصل عن وضع البيوت وحالتها إذا كان عندهم مشاكل يجب أن يهتموا فيها، وتطبيقات أخرى. هاي كانت تيجينا الأفكار، شركات تبحث عن حلول لمشاكل قد تكون مستعصية أو قد تكون صعبة. يعني مثال المطاعم، لما بتروحوا تتغدوا بالكافتيريا بيجوا الشباب أو الصبايا معاهم فوطة مبلولة بمي وبمسح الطاولة، مفروض هاي المي لما هم دخلوها مفروض يكون في الماء شو مفروض يكون؟ كلور، كلورين، ديسانفكتن. الكلورين لما بحطوه بوعاء المي مدته 30 دقيقة، إذا بعد 30 دقيقة ما غيروش المي ملهوش فعالية. فهو لما بمسح الطاولة هاي وعليها أكل وترك الفوطة وراح للطاولة اللي بعدها، إذا كان في هون تلوث صار هون تلوث وهناك تلوث وهناك تلوث. فكانت شركة من الشركات بدها طريقة تقنية إنه إذا لم يكن هناك كلورين أو المادة المعقمة الفوطة تغير لون أو تنكمش، فصممنا فوطة بحيث إنه فيها شعار الشركة في وسط الفوطة، لما يخلص نسبة الكلورين عن حد معين بصير لون الشعار أحمر، ولما تكون نسبة الكلورين أعلى من حد معين بتكون أخضر. وصممنا فوطة ثانية، يمكن دكتور رباب كانت عندنا بهذيك الفترة، الفوطة ممكن يمسح فيها لو كانت نسبة المعقم عالية، وإذا كانت نسبة المعقم غير موجودة تنكمش وبصير صلبة زي الحجر، مش ممكن إن تمسح فيها، يعني بصير قاسية غير مرنة. وأمثلة كثيرة من هاي الحلول. طاقم مجموعة من الفيزيائيين والمهندسين وعلماء الكيمياء والأحياء، فأنتوا نفسكم كل مجموعة ممكن تشكل فريق عمل وشكله وحدة إبداع ما بين أساتذة الطلاب. دكتور عزيز عن شكرك، أنا أعتقد كل واحد حضر اكتشف أنه كان في المكان الصح. إن شاء الله. الله يخليك.